دي كده التحت. انا عندي سؤال مهم جدا، لان ده يعني انا اعرف ناس على مستوى الشخصي بصراحه بيعانوا من القصه دي. في ناس عندهم زياده في الوزن باي شكل كان او باي لمس، ولكن هم مش عارفين تماما يخسوا لسبب تاني خالص هو نفسي. ايوه يعني النفسيه لما بتكون بايظه او مدمره او السلف ستيم او الثقه بالنفس، كلنا بنمر بفترات زي دي، اكتئاب او غيره، ضغوط الحياه، بيبقى البني ادم صعب قوي ان هو يقدر يخس مهما كان عايز، وبالعكس بقى بيبتدي ياكل اكتر ويبوظ في شكله اكتر، ودي كيسز بجد انا عارفها من الشخص. الناس دي تعمل ايه؟ كويس، هي الموضوع دوت زي ما قلنا قبل كده اللي هو البرسبشن او قبولك لشكلك. لما اكون انا متضايق نفسيا بيبقى عندي حاجتين، يا اما ما اكلش خالص يا اما اكل كتير او ادمر نفسي. هو بيبقى حاجه اسمها ايه، تدمير النفس، ان هو عايز خلاص انا الموضوع منتهي، انا ما فيش حاجه، وابتدي كده. ده لازم له علاج نفسي فعلا، ولازم ياخد ادويه مضاده للاكتئاب، لان عاده بيبقى يكون الاكتئاب هو جزء من النظام، مع إن لو هيعمل نظام غذائي مع ضغط المجتمع كله، انت زياده في الوزن، انت شكلك وحش، انت مش هتتجوزي، الكلام الغريب اللي بيتقال ده صراحه ملوش لازمه ابدا يعني. وبس بيحصل، ما دام بيحصل يبقى لازم نتعامل معاه، ومش هنسكت كل الناس. يبقى أنا يا إما عندي حلين، يا إما أحول الحاجة ديت لطاقة إيجابية عندي، إن أنا أيوة أنا هبتدي أكل صح وابتدي أتحرك، يا إما أشوف دكتور متخصص لعلاج النفسي يديني جزء. هل أخد بقى، هل معنى كده بقى اللي أنا روح للدكتور نفساني أنا اتجننت أنا كده؟ لها دكتور النفساني زيه زي دكتور البطنة، متخرج من كلية الطب. طبعا الثقافة عندنا بس هي اللي يعني أيوة، بس ابتدت تتغير شوية. وناخد الدواء، والدواء دوت هل على العمر كله؟ أنا مش هقدر كده، أصل ده بيلعب على المخ والكلام الحلو اللي بسمعه ده. دواء زي أي دواء، زي دواء الكوليسترول، زي دواء الضغط، زي أي دواء تاني، زي دواء المعدة، هيخش جوه الجسم، هيهدي الهدف منه، هناخد اللي احنا عايزينه، هيظبط نفسيتي اكتر، هيتقبل الحياه اكتر، هبتدي اعمل نظام غذائي وانا سعيده من غير ما يكون ضغط نفسي. يبقى نتعالج نفسيا الاول وبعدين الاثنين مع بعض، العلاج النفسي مع النظام الغذائي الاثنين. والاهم من كل ده ان انا اطلع الطاقه بتاعتي كلها في الرياضه. الرياضه جزء اساسي من اي نظام غذائي، سواء للنحافه او للسمنه. برضو من ضمن مظاهر اللبس اللي حاصل في اذهان كتير من الاباء والامهات، فكرة ان احنا عايزين نغير الثقافة النفسية بتاعتنا، وفكرة تعاملنا مع الطبيب النفسي، في كتير من الاسر واولياء الامور عندهم اطفال بيعانوا من مثلا اللي هي فرط الحركة A1D1، مش عارف الابريفيشن بتاعها ايه. في ناس عندها اطفال بيعانوا مثلا من البانيك اتاكس، او ان هم عندهم مثلا هوس بامور معينة، او خوف. في مثلا اطفال بيخافوا بشكل مبالغ فيه على ابوهم وامهم. النوع ده من الامراض في اهالي بتخاف تودي علاجها عند طبيب نفسي، خوفا من ان هو يكتب لهم ادويه تاثر من وجهه نظرهم على كيمياء المخ وعلى نمو الولد. الى اي درجه الكلام ده مغلوط؟ الكلام ده غلط جدا، لان هي اللي حصل ان الكيمياء او شويه هرمونات او جزء من المستقبلات بتبقى ناقصه، انا محتاج ازودها عن طريق الدواء علشان يرجع طبيعي تاني. طيب انا اعرف الكلام حتى في حاله مثلا فرط الحركه، لا غير فرط الحركه، مثلا تاخر النمو، يعني مثلا طفل عمره 12 13 سنه هيئته العامه بتاع الطفل عنده 8 9 سنين بس، كويس، برضو بيخافوا ان هم يروحوا لاطباء متخصصين في حته النمو بصفه خاصه. بالنسبه للنمو وبالنسبه للشكل، وده شكله غير مختلف خالص عن ابن عمه ولا ابن خالته ولا العيال اللي في المدرسه، ده كلهم طوال وهو الوحيد اللي قصير. لا، في معايير وفي استاندر معين، يبقى الدكتور الاطفال هو اللي يقدر يقول الكلام ده، يشوف الطول بتاعه هل متناسب، هل الوزن بتاعه متناسب وطوله متناسب، مش ولو كانت الإجابة علشان اصحابه شكلهم لو كانت الاجابه لا انه فعلا عنده مشكله ما في النمو، يبقى نعمل تحليلات للهرمونات. ممكن تكون هرمون اللي هو اسمه جروس هرمون هو اللي قليل، اللي هو هرمون النمو ده، لو كان قليل ده تحت اشراف دكتور امراض اللي هو الغدد الصماء، هو اللي يقدر يدي الجرعات المناسبه ويتابعه، وهو ده اللي يقدر ناخده. لكن هل اخده لوحدي؟ خطر. هل اقول دوت هيزود وخلاص؟ لا، لان لو كان عنده نقص نديله، طب لو ما عندوش نقص وكانت المشكله حاجه تانية ندور على المشكله وندي العلاج. فالدكتور اللي هو دكتور الغدد الصماء هو اللي يحدد المكان النمو بتاعه سليم الاول، يروح يعني مش طبيب اطفال بقى ده. طبيب الاطفال الاول يشوف اذا كان هو سليم ومناسب لبقيه في السن العمريه ده، مفيش نبتدي نروح لدكتور الغدد الصماء. لكن ابتدي من لوحدي، هل اقارنه علشان هو شكله في وسط اصحابه؟
لا الدكتور هو اللي يقرر الحكايه دي.